غنى. نسيت النوم وأحلامه، نسيت ليالي وأيامه، بعيد عنك حياتي يا عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك، ماليش غير الدموع أحباب معها بعيش بعيد عنك. غلبني الشوق وغلبني غلبني غلبني، وليل البعد دوبني. دراما دراما. أخبار والآن مع العناوين الرئيسية لنشرة هذا اليوم: مقابلة وزير الخارجية مع الجالية المصرية في السعودية لبحث مشاكلهم الاقتصادية، وتكريم الدكتور أحمد موسى، عفوا الدكتور أحمد مرسي، لحصوله على جائزة نوبل في الكيمياء، وحدوث انفجار مدوي في العاصمة مما أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة 50 أخرى. غنى. الحلو ليه تقلن قوي تقلن قوي، باين عليه زعلان قوي زعلان قوي، تتقل قوي تزعل قوي، انا قلبي بيحبك قوي 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 قوي، يا سيدي رق يا روحي ميل، يا حبيبي ما يصحش كده، خلاص عرفنا انك تقيل، والحد امتى التقل ده؟ مش انت بس اللي جميل، ما احنا كمان حلوين قوي حلوين قوي، تتقل قوي تزعل قوي. كرتون. انا قلبي ماشي ماشي يا ميكي ماشي، بس لما تيجي انت سايبني في الشارع نص ساعة لوحدي، والله هموتك بس لما تيجي يا ميكي. كده 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 يا ميمي، انت بتعملي فيا كده في الشارع؟ بقول لك ايه، ما تتكلمش معايا خالص يا ميكي، انت عارف انت عملت فيا ايه؟ مش كفايه ان انت اصلا فاشل فاشل، ومدام ميري بتقول عندك ما بتفتحش بقك وانت بتغني، ما بتفتحش بقك ليه 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 يا ميكي؟ يا حبيبتي انت اللي فاشله، يا حبيبتي انت اللي فاشله، مدام بيتي تقول عنك ما بتعرفيش تمثلي، ما بتعرفيش تمثلي يا ميكي، ما بتعرفيش ما بتعرفيش. ميرسي. اليوم هايدي بالإيفال بمقاطع الغنى كانت حسيتها عم تغني على رواق، حسيتها عم تفكر كيف عم تغني، عم تعمل كنترول، عم بتركز على المغنى وعلى الصوت بالأغنيتين اللي غنيتهم. بتاني غنية كان لازم تنتبه أكتر، كمان تخلي شوي الروندور تبع الصوت لو الغنية غير ستيل، بس ما لازم يتغير الكاليتي النوعية تبع التامبر وقت اللي بدها تغير من غنية لغنية، وخصوصا وقت بدها تطلع بالكريشندو، يعني ترجع تعطي باور او بالنيوانس وقت اللي عم تغير، مش لازم هالقد يفضى الصوت من الريزونانس ويصير فلات، بس المغنى كان كتير حلو والباقي كتير حلو، وتغيير الصوت كمان بالاكتس البقوي هي وعم تحكي كان حلو،
ولكن كمان لازم تستعمل نفسها سوبر للصوت بالحكي، لانه هو ذاته هذا الصوت عم نغني فيه وعم نحكي فيه، خصوصا وقت نستعمل الصوت لنقلد الكارتونز او لنعمل غير كاركترز لازم دائما نحافظ على النفس مزبوط حتى ما ناذي وقت هالقد نغير فيه للصوت. هيدي بلشت هيك الواحد صار ينبسط يطلع فيها شو ما عم تعمل، وبهني بيتي كمان لانه جراس ابيتي البنت صارت هيك مرتاحه اكثر بكل شيء بتعمله. هلا في شغله بهيدي بده يضل واحد لحقها، علي خدودك، افتحي تمك عطول عطول عطول، لانه هالشغله بعد ما عم تجي عندها سبونتاني، عند اصحابها بالعكس، عند اصحابها دغري قبل ما يبلشوا الجمله غير وجههم زبطوا كل شيء تي يمسكوا النوطه. هي بعد عندها هالشغله عم تتعذب فيها. بار كونتر بالنوفيل كانت عم تعطي الاخبار كثير مهضومه، الديكسيون تبعيتها كانت كثير منيحه، في مطارح الاث هيك عم تلفظها اف مش اس، عندها هالشغله صعبه عندها. الغنيه الثانيه ما بهالشي كانت مهضومه، كانت مرتاحه هي اكثر، والكرتون كان كثير حلو. هايدي عندها مستقبل كثير كبير، بس بدنا نعطيها وقتها وبس. هايدي انا بعتبرها هيك كيف يعني بعملها حسب كاركتيرها، يعني هايدي عندها كاركتير مختلف بحاجه لاشياء، وفي اشياء فيها قويه وفي اشياء فيها بدها وقتها، يعني بفهمها، يعني مشان هيك عطول بيني وبين حالي بقيم هايدي غير ما بقيم الباقيين، بحس انه هي مع هالصوت العظيم يلي ما فينا ما نتفاعل معه، ما فينا ما نقول انه في شيء من ربنا ما منعطى لهالبنت، عندها كاركتير مهضوم كتير وقلب، وهيدا الشيء اللي عملته وغيرت مش بس كيف عم بتغني، شو هي الغنية، نوعية الغنية وصوتها وكاركتيرها وضحكتها كانوا حلوين. بالكرتون اختارت انه تعمل مثل يعني حطتهم ماريونات وكأنه فعلا احنا عم نحضر ميكي ماوس، يعني كان عندها هيك افكار حلوة وخلاقة، حبيتهم، حبيت اللي عملته، حتى غلطة هيدي الأخبار إذا هي مزبوطة أحمد لا أحمد كذا، عفوا أحمد كمان مهضوم إنه قالوا لها مش هيدا هيداك، إنه كمان هيدي مش زبطة معها تبع الأخبار. حسيت اليوم أكتر مرة بشوف هيدي عم تخترع وعم هيك عندها أفكار خلاقة، يعني بالإضافة لهيدا الصوت يلي ما فينا ما نحترمه كتير 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 لأنه صوت بياخد العقل. أكيد هايدي كتير كتير عم تتطور، عدا أنه صوتها رائع، ولكن كتير عم بيكتمل، عم تكتمل شخصيتها، واليوم صارت بمرحلة عندها جرأة تعمل إشياء ما كانت تسترجي تعملها بأول المشوار. أنا إذا بدي شوف هيدا الإيفال يلي أنا لقيته عامة جيد، جيد جدا. أول غنية بعيد عنك، ولما نغني التاني مرة حسيت شخصيتين مختلفين، يعني كأنه مطربة ومطربة تانية على صعيد الإيداء، على صعيد الحركات، يعني كيف تحركت قدام الكاميرا، الشواء تبع الغنية، خيار الغنية، حسينا عن جد بشخصيتين مختلفين. وهذا يلي أنا بعاتب مروان فيه، إنه يمكن غنى غنيتين بطريقة كتير جيدة، ولكن ما حسيت على الإيداء التمثيلي بشخصيتين مختلفين. بالدراما اللي حبيته انه اختارت لحظة انه سابة تركها حبيبة نهار فرحة، وكمان فوتت اغنية اه يا دنيا هيك غنتها بطريقة الدراما، يعني الدراما عندها كمان ما كانت بعيدة عن الاغنية، وهذا لقيته شيء كتير ذكي، لانه هي يمكن بتتمكن من المغنى، فبالتالي مرقت هالشقفة هالقطشة الاغنية هيك مرقت كتير بطريقة حلوة، وكان مجهز لرافائيل موسيقى تصويرية كمان للدراما، وهون مبين انه بتصور رافائيل، يعني ما في حدا تاني، بس مبين انه مجهزة. بالاخبار نبرة الصوت كانت كتير جميلة، كيف شلحت الاحمر، كيف شلحت بلوستا، كيف بجدية حكيت، الايد على الاير بيس، الغلطة اللي تصلحت، كتير انا عتني هايدي.
كل المراحل كانوا جيدين، حتى بالكرتون لقيت كتير ذكية قصة الماريونات، ماني ضد أبدا إنه نشوف الماري، بس إذا بدي لقي شغلة يعني منا إيجابية شغلة نيجاتيف، هي كان لازم بالماريونات تختار صوتين مختلفين، هيدي ما قدرت تعملها مع أنه عندها القدرة، لأنه هي بتتمكن بالجراف، كان فيها تاخد صوت جراف مختلف كليا عن ميني، يعني ميني وميكي كان لازم يكونوا صوتين مختلفين، ولكن عامة جيد الإيفال. أنا شفت بأول مرور غنائي لهايدي حسيت كان صوت كتير حلو، حسيت بعرضه، حسيت بهدوء، حسيت نفسها مضبوط، كان كتير حلو الباساج الطربي، بس وقت غنت تاني باساج حسيت هايدي هون شوي ملبكة وضايع، حسيت رجع نفسها يتقطع، حسيتها لأنه نفسها ما يعني ما كان عم يساعدها بمطارح نتفة قشطه من النوتات بنهاية الجمال. هيدا الشيء لأنه هايدي يعني صوتها كتير بيلبق، عرض صوتها ونوع صوتها وعرب صوتها بيلبق لهم كتير، الغناء الطربي بنحس فيه بيلمع بيبين كل قدراتها. بالنوع الثاني يمكن شوي أقل، بس ما بيمنع أنه هي تعمل كنترول على نفسها، لأنه المغني لازم يقدر يكون يغني كل الأنواع وكل الألوان.